سوا على الهوا سوا على الهوا سوا على الهوا ياتيكم عبر اثير اذاعه صباح الخير صباح الخير امريكا من يوم اللي اتكون. صباح الخير أمريكا، صباح الخير لكم مستمعينا في راديو صوت العرب من أمريكا في هذا اليوم الذي نتناول فيه موضوع آخر هام، وبضيافتنا الدكتور فائق نيكولاس شما. هذا البرنامج اليوم يتعلق بالموارد الجينية، تحديد جنس المولود وسبب تراجع معدل المواليد، كما أشرت مع خبير الخصوبة الدكتور فائق نيكولاس شما الحاصل على البورد الأمريكي في أمراض العقم وأخصائي الغدد الصماء والأمراض التناسلية. هذه السلسلة من الحلقات المتتابعة على مدى سنوات كثيرة هدفنا منها أن نفند لكم مواضيع هامة مستمعينا لا يتم التطرق إليها في وسائل الإعلام. لا يوجد أهم من صحتنا، ولكن هذه المواضيع قليلة جدا، ونستغل هذا التوقيت الوقت ساعة من الزمن كل شهر لنستعرض لكم هذه المواضيع الهامة. بعد الفصل مباشرة، هل يمكن اختيار وتحديد جنس المولود قبل حدوث الحمل للحصول على طفل ذكر أو أنثى؟ لماذا تراجع معدل المواليد ومعدل الخصوبة في أمريكا بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة؟ وما تأثير ذلك على المجتمع الأمريكي؟ وما هو موضوع تقاسم المنافع الناشئة لاستخدام معلومات التسلسل الرقمي للموارد الجينية الذي انشغل به العالم مؤخرا؟ هذه المحاور الهامة تأتيكم بعد فاصل قصير للإعلان. حاولنا كتير، خلينا نحاول كمان مرة. الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف. يعني ما في أمل؟ للأسف حبيبتي. هنالك أمل لدى مركز إخصاب IVF ميشيغان، الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023. ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز IVF ميشيغان وأوهايو من أهم أخصائي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من 20,000 عملية طفل أنبوب ناجحة حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات. وهو حاصل على البورد الأمريكي في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدد الصماء التناسلية. الآن ولفترة محدودة خصم $1,000 للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات IVF ميشيغان. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489529600. IVF أمل يولد من جديد. أهلا بكم مستمعينا. IVF أمل يولد من جديد، ثلاثة محاور هامة نفتحها اليوم مع خبير الخصوبة الدكتور نيكولاس شما. نبدأ معكم بتراجع معدل المواليد والخصوبة في الولايات المتحدة. تشير البيانات الرسمية إلى انخفاض مستمر في معدل المواليد الوطني على مدى السبعة عشر عاما الماضية، مع انخفاض حاد بين عامي 2007 و2009. بين عامي 2007 إلى 2022 انخفض معدل المواليد بنحو 23%، كما انخفض مرة أخرى بنحو 2% بين عامي 2022 إلى 2023، وانخفض معدل الخصوبة العام بين النساء الأمريكيات بنحو 3% فقط العام الماضي، كما انخفض معدل الولادات بين المراهقات كل عام تقريبا منذ التسعينات وما زال في انخفاض. أهلا بك دكتور شما، مرحبا بك في هذا اليوم الحار والغائم والمتوقع له أن يكون حارا جدا. نطلق أول تحذير من خلال إطلالتك معنا الصباحية. أهلا بك دكتور. يعني صباح الخير لك ولكل المستمعين. أصبح تكونوا inside instead of outside. يعني صحيح
تماما دكتور. من جوا بردين. على الأقل الحمد لله دكتور، كل ما بتقول أنت إنه نحن في بلد في كهرباء وفي تكييف وكذا، الله يعين الناس في البلدان الأخرى يعني، منها يعني لبنان سوريا وبعض. ما عندهم كهرباء لبنان عتمة كل الوقت. يعني الله يعيننا دكتور. نبدأ معك دكتور بهذه بالمحور الهام، مسألة تتعلق بتراجع معدل المواليد والخصوبة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه البيانات هل هي دقيقة؟ يعني أنا طلعت على آخر دراسة ظهرت في هذا الموضوع دكتور. يعني معك حق، يعني كل الأرقام اللي ذكرتيهم مضبوطين يا ليلى. المشكلة هي أنه حتى عدد السكان بالولايات المتحدة وبالدول المتحضرة، يعني الدول الغربية، في بيسموها الدول الغربية Western Hemisphere World countries، لازم كل شخصين يعملوا 2.1 ولد ليضل عدد السكان متواسم. كيف يعني ما في 2.1 ولد بس؟ يعني لأنه في أولاد ما بيعيشوا وما بيضلوا عايشين، لازم كل شخصين أتليس يخلفوا شخصين تانيين حتى يضل عدد السكان متساوي. هلأ بالولايات المتحدة كل شخصين بيتجوزوا أو ما يعني بيجربوا يجيبوا أولاد بيخلفوا 1.8 ولد، يعني كل 22 شخص بيخلفوا 18. طب ما في ما عدد السكان بيقل ساعتها بالولايات المتحدة وبأوروبا الجنوبية وبأوروبا الشمالية وباليابان، كل هالأرقام وحتى بالصين كل هالأرقام يعني منا مضبوطة هي، بس ما بتأدي ليضل عدد السكان متساوي. ومعنى الحكي إذا ما في عنا immigration، يعني ما عنا هجرة على الولايات المتحدة، الاقتصاد بيتأثر وعدد السكان بيتأثر. وهلأ السبب هو سبب بسيط، أول شيء إنه العدد النساء اللي عم تخلف أولاد عم تخلفهم على عمر أكبر. يعني كان بالزمانات مثلا واحدة بعمر 22-23 تخلف ولد، هلأ بالولايات المتحدة تقريبا أول ولد بيخلق على عمر تقريباً 28-29 سنة. فهيدا هيدا المشكل نحن حكينا فيه أنا وياكي قبل بعد. صحيح دكتور. هيدا الحالة لأنه النساء أكتر عم بياخدوا عم يتعلموا عم بيروحوا على الجامعات عم بيروحوا على عم يشتغلوا عم بيجربوا يعني يحسنوا أوضاعهم الاقتصادية أو والمعلوماتية يعني يعني فينا نقول هذا كله بتأثر على عدد الأولاد. يعني فينا نقول دكتور إنه هذا الانخفاض مرتبط تماما بالتغيرات الثقافية في الأسرة في واقعنا اليوم. يعني ما بدي اقول لك انه بطلوا يحبوا بعض مثلا النساء والنساء والرجال مشان هيك ما عم يخلفوا، انه انا ما صح يعني. الحب حتى الحب مفهومه تغير دكتور. يعني بعد موجود بعده حالات بس. يعني دكتور حضرتك تحدثت عن انعكاس ذلك على المجتمع، الانعكاس ينعكس فقط من الناحية الاقتصادية؟ يعني هل فينا نحصره فقط من الناحية الاقتصادية؟ أكيد هو يعني لقلك الكرة الأرضية عندها أشياء تقدر تعطيها من ناحية الأكل ومن ناحية الريسورسز and so on. بس وبدك يعني كل ما زاد عدد الناس على الكرة الأرضية، هلا صرنا تقريبا 7-8 مليار شخص على الكرة الأرضية، كل ما بدك أكتر أكل للطعميهم وأكتر انرجي، يعني شو انرجي طاقة بالعربي طاقة أكتر طاقة لتقدر تفيديهم. طيب عال هدول عم بيكتروا بمحلات مثل بالهند وبغير محلات بأمريكا الجنوبية انسون، ومثل عنا بالعالم العربي وبمصر انسون. هلا كل هدول عدد السكان اللي عم بتزيد بدك طعمية، ماشي الحال. في الدول المتحضرة عم تعمل اكتر اكل وتعطي الناس تانين، بس بعدين في عندي كتير ناس ما عم يقدروا ياكلوا ما عم يقدروا فتقليل عدد السكان بمحلات مفروض يصير، وزيادة عدد السكان بمحلات التانية مفروض يصير لسبب واضح هو سبب اقتصادي، وبعدين للسبب التاني هو
لتحسين مستوى المعيشة، يعني لتحسين مستوى المعيشة بدك ناس مثلا يشتغلوا ليساعدوا الناس اللي عم يكبروا بالعمر اللي ما بقى يقدروا يشتغلوا، وليساعدوا الناس اللي ما عندهم ريسورسز ليقدروا يشتغلوا، ما عندهم مواد أولية ليقدروا يعملوا فيها، ويساعدوا غير بلاد اللي ما عندهم هول الريسورسز. دكتور يعني هذا كتير مهم. هل نستطيع القول بحسب الدراسة أيضا، توقفت عن نقطة أنه هذا الموضوع كما أشرت يدعو إلى القلق، ولكن أيضا قالوا يجب أن نطرح الحلول. من وجهة نظرك وأنت خبير الخصوبة ولك باع طويل في مجال في هذا المجال والدراسات ومن الرواد في الدراسات حول هذه المواضيع، ما هو الحل برأيك؟ أنه يعني ما فيك تجبر الكابلز أو الأزواج أنه يزيدوا عدد المواليد، ما هو الحل؟ الهجرة طبعا اليوم مقيدة بسبب السياسة دكتور، يعني أنت بتعرف إلى علاقة مباشرة مين بيستلم الحكم، خاصة نتحدث هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. بلا الهجرة بالولايات المتحدة ما في عنا عدد سكان كفاية ليخلي الاقتصاد يضل متطور بسيط. فالهجرة بس لازم تكون هجرة مثل ما انت جيتي ومثل ما انا جيت، هجرة يعني مدروسة، ان نحن ما فوتونا انا وياكي لانه جاي عبالهم يفوتونا، فوتونا لانه انت عندك اشياء فيك تقدميها للمجتمع وفتي عملتي لك 200 الف ورقة على كذا سنة لفوتوك يا البلد، ونفس الشيء انا يمكن. صحيح صح؟ صحيح. هلأ المشكلة هلأ اللي عم بتصير انه مين ما كان عم بيفوت، وهيدي لازم يكون عندها تأثير سلبي بالأول، بس لازم يكون عندها some regulation، يعني ما فيك تكوني مثل ما بيقولوا واحد بلاده مفتوحة لمين ما كان يفوت. فهيدي من ناحية بدك تساعدي الهجرة، بس ما فيك تعملي هجرة مين ما كان يجي، لأنه هيدي بتأثر سلبيا على الاقتصاد. لازم يكون هناك موازنة بين الهجرة النظامية بأصولها الصحيحة، هذا هو الحل، أن يكون هناك هجرة نظامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية يكون فيها روافد وتنوع. نحن كلنا جينا بهالطريقة، ما سبحنا من لبنان أو أنت من سوريا، يعني ما جينا بالطيارة بعد ما عطونا مليون وراء. صح صح دكتور، فيعني هذا هو الحل. هذا هو الحل. الحل انه اول شيء ما له علاقه بالخصوبة، الحل انه تشجع الهجره اول شغله. ثاني شغله من ناحيه الخصوبه، نحن اعطيك مثل الولايات المتحده بالنسبه للدنمارك. بالدنمارك 10% من كل الاولاد اللي بيخلقوا يا ليلى بيخلقوا نتيجه الانفيترو فيرلايزيشن، يعني نتيجه ال التكنولوجيا اللي عنا إياها إن إحنا لتساعد الناس يخلفوا يجيبوا أولاد، لأنه عم يكبروا بالعمر وما عم يقدروا يجيبوا أولاد وعندهم بيصير مشاكل كتيرة كل ما كبرت المرأة بالعمر. طيب عال نحن بالولايات المتحدة هذه النسبة 1.5%، ففينا نحسن الوضع ونزيد عدد السكان اللي بدنا إياهن إذا منساعد الناس ليصير عندهم أكتر مجال يعملوا طفل الانبوب او التكنولوجيا اللي لها علاقه بالانفيترو فيرلايزيشن. وهيد بسيطه كتير، يعني عملوها باوروبا الغربيه، فينا نعملها نحن بالولايات المتحده امتى ما بدنا، بس بعد ما في قرار من الدوله الفيدراليه بالولايات المتحده ومن الولايات العده لا تساعد الموضوع. هلا في ولايات بتشجع، بس في ولايات تانية ما بتشجع. مثلا نحن بميشيغان ما عنا انه كل الناس بحق لهم يعملوا هيدا الشغله، بس الناس اللي بيقدروا يكون عندهم الموارد الماديه ليقدروا يعملوا الانفيترو فيرلايزيشن بيقدروا يعملوا. هلا في كثير عم بيصير شركات كبيره اللي لا عم موجوده بميشيغان وموجوده باوهايو وموجوده بالولايات اللي ما عندها مثلا مانديتد كفرج، هيدول عم بيساعدوا ان الاكسس يصير عندهم الناس يقدروا يعملوا طفل الانبوب، لانه عم بيعطوها هيدي يعطوا هيدي البنفيت اللي عم يشتغلوا عندهم بهدول الشركات الكبيره، ومثل جي ام مثل فورد لاعطي مثلا ومثل ابل ومثل جوجل ومثل فيسبوك كلياتهم، هولي او امازون كلياتهم عندهم كفرج.
فكل هذا نقطة هامة دكتور هي يعني أكثر عقبة مثل ما قلت حضرتك بيتوقف عندها الكابلز إنه المورد الاقتصادي إنه يكون لأنه هي عملية غير مغطاة يعني وهي مكلفة حقيقة. لكن مكلفة لأنه التكنولوجيا مكلفة يعني صحيح. أعطيك مثل يا ليلى تقريبا هن الناس ما بيعرفوا مثلا نحن لأعطي أنا أخذ بويضات وأخذ سائل منوي ونعملهم أجنة ونخليهم بالمختبر على 5 أيام ونفحصهم جينيا ولنحطهم عند المرأة. طبعا بدك ناس بدك تكنولوجيا بهايندد يعني هيدي ما بتصير. وبعدين بدك تكون كتير مسيطر على الـ على الـ على الوضع بالـ 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 بالمختبرات تبعوتنا حتى يطلع عنا جنين يقدر نحطه ويقدر يعيش ويقدر يصير ولد بعدين. فإذا بعدلك قدي عدد الدكاترة اللي بيشتغلوا عنا نحن بالمختبرات يعني out of this world. فهيدولي كل الموارد البشرية والموارد التكنولوجية اللي مجبورة تكون موجودة لتعطي انت نتيجة صحيحة وسليمة للعالم مكلفة جدا. طيب شو ما في عندك حل تاني. وهلأ التضخم بالولايات المتحدة هذا قصة تاني فكله عم بيزيد. فالمعترين الناس انه طب شو بدهم يعملوا؟ مجبورين يعملوا طفل انبوب، مجبورين يكون عندهم الموارد المادية، واذا ما عندهم الموارد المادية ما بيصير شيء. يعني هيدا يا ريت في عنا من الـ يعني ممكن نشوف دكتور من الولاية او من الدولة الفيدرالية. يعني ممكن دكتور برأيك انه ينطرح هالموضوع على مستوى فيدرالي بسبب انخفاض المواليد، يعني انه يكون في كفرج نوعا ما ولو انه مساهمة بشكل بسيط، لانه هذا الموضوع مهم. يعني انتم مثلا حضرتك في اكيد على تواصل مع مسؤولين فيما يتعلق في مجال الخصوبة وابحاثكم يعتد بها. يعني هل من الممكن دكتور انه يكون هذا الموضوع كنقطة تفاؤل مطروح في المستقبل انه يكون في نوع من تغطية فيدرالية لها كليه؟ انا يعني ما بدي ما انا يا ليلى معك هو مطروح دائما، بس انا ما بدي احكي سياسي، هي كلها هي مواضيع سياسية هيدا. لا انا بقرر ولا انت بتقرري. ناس بواشنطن بيقرروا وبفضلوا يعطوا مصاري نبعث مصاري 120 130 مليار دولار للاشياء اللي لها علاقه بالحروب وبالدول اللي عم تحارب بعضها وعم تقتل العالم. يعني بالنسبه لي اذا اخذوا هالمصاري وحطوها وساعدوا العالم بالولايات المتحدة أو بغير بلاد من العالم بيكون أفضل بكتير من المصاري اللي بتندفع للحروب. يعني شو بدي قلك؟ يعني ما فينا نفصل أحكي سياسة. صحيح دكتور، بس مجبورين لأنه حضرتك النقاط اللي عم تقولها مهمة جدا، هاي من ضمن المعاناة اليومية. يعني ما بتقدر دكتور، ما بقدر إلا كل يوم بمر علي مليون بوست تعزيز لكلام حضرتك بين كابلز شباب عم بيعانوا. مشكلتهم الأساسية إنه ما عم بيقدروا يخلفوا، وهي جزء من المشكلة دكتور اللي عم نطرحها اليوم، لأنه الموارد الاقتصادية غير كافية ولا يوجد تأمين. هلأ لك نحن التكنولوجيا عم تتقدم، نحن ما تنسي انت نحن كل الموضوع اللي عنا له علاقه بالانفيترو فيرلايزيشن ما كان موجود قبل 1978. فكله هيدا بتقريبا 40 50 سنه الماضيه. وبهالظرف 40 50 سنه تقدم الطب المجال تبعنا لدرجه ما بتصور العقل. ونحن اللي بنحكي اليوم مثلا على بروتوكولات لها علاقه ب هيدا الناغويا بروتوكول والبروتوكول اللي صار بموريال مش من زمان. انت تفضلتي وقلتي لي ممكن بدك تحكي عنه. هدول البروتوكولات اللي لها علاقه بالموارد الجينيه عند البشر كمان عم بتساعد اكثر واكثر، بس كل هيدي مكلفه جدا لنعرفها، ومكلفه جدا لنقدر نستعملها. وبعدين اكثر من هيك هدول التكاليف للاشياء الجينية اللي عم بتصير بتساعد كتير لتزيد نسبة النجاح، ولنحن نقدر نسيطر كتير على كتير من الأمراض والمشاكل
الطبية المعقولة تصير عند البشر، مش بس إلى علاقة بعدد السكان، إلى علاقة بوضع السكان بعد ما يخلقوا. طب ما هيدي كلها بتكلف، شو بتعملي إذا ما عندك دعم من من الولايات ومن الدولة الفيدرالية بأمريكا؟ طب كيف بدها تصير كل هالأشياء؟ هذا المحور ألهام دكتور أيضا الوقوف على المؤتمر وتدخل خلينا نقول الأمم المتحدة وهذا التقرير الذي وقفنا عنه حتى في فريق العمل دكتور، يعني ونحن نكتب عن هذا التقرير لم يكن مفهوما جدا لنا، ولكن الآن بعد الفاصل مباشرة سنقوم بمناقشة هذا المحور أيضا الهام والذي تساءل عنه الكثيرين، لماذا يعني ما معنى التسلسل الرقمي للموارد الجينية؟ ما هو المقصود بهذه المعلومات؟ ما الذي يعنيه تقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها؟ لماذا يستدعي الأمر عقد اجتماع دولي برعاية الأمم المتحدة لوضع آلية معتمدة للأطراف لتقاسم هذه المنافع بما في ذلك إنشاء صندوق عالمي؟ بعد الفاصل دكتور نبدأ معك محورا جديدا في هذا اللقاء الهام الذي تناول عدة محاور، أحدث الدراسات والمعلومات المتعلقة بالخصوبة والتي استرعت انتباه الكثير من متابعينا، بعد الفاصل مباشرة. With more than 30,000 successful in vitro fertilizations, IVF Michigan is now ranked as one of America's best fertility clinics according to Newsweek magazine. IVF Michigan fertility centers are the recognized leaders in high-quality fertility care. With locations in Bloomfield Hills and 9 other cities in Michigan and Ohio, IVF has experts in all aspects of the field. A founding member, American Board Certified Dr. Nicholas Shama, is one of the leading reproductive endocrinologists in Michigan and Ohio. He has performed over 20,000 successful IVF cases, and it's helped thousands of couples fulfill their dreams of parenthood. When it's time to get personalized care from Dr. Nicholas Shama at one of America's best fertility clinics, call IVF Michigan Fertility Centers in Michigan and Ohio toll-free at 855-952-9600. 855-952-9600. أهلا بكم مستمعينا. قبل الفصل قلنا أن المحور الآخر اليوم الذي نتناوله يتعلق بمعلومات التسلسل الرقمي للموارد الجينية، والذي يرى خبراء أنها تلعب دورا أساسيا في البحوث البيئية والبيولوجية، إذ تساهم في فهم الأساس الجزئي للحياة والتطور والطرق التي يمكن استخدام الجينات من خلالها لتوفير علاجات جديدة للأمراض وتوفير مصادر للطاقة وغير ذلك من المنتجات الجديدة. كما تؤدي تلك المعلومات أدوارا مهمة على صعيد تصنيف الأنواع المختلفة من المخلوقات وتحديد المخاطر التي تحدق بالأنواع المهددة، التخفيف من وطأتها وتتبع الاتجار غير المشروع بها، والتخطيط لإدارة والحفاظ على الموارد المختلفة الوراثية للأغذية والزراعة. هذا المحور الهام دكتور، يعني باختصار وبتبسيط حتى نفهمه لأنه كان صعب جدا ومعقد هذا الموضوع، ما هدف محادثات الأمم المتحدة لتحويل بيانات الحمض النووي إلى أصول؟ أوكي خليني أفسر لك إياها ببسيطة. 2014 كان في مؤتمر باليابان بناغويا اليابان، وجربوا فشلوا كليا، جربوا يعملوا بروتوكول بيطلع على شو هن الجينات عند النباتات والحيوانات والميكروبات، وجربوا يشوفوا إذا بيقدروا يجيبوا كل هالمعلومات ويدرسوها. أول شيء بدك تشوفي شو هي هالجينات اللي عندهم إياها كل 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 هالنباتات والحيوانات والميكروبات، ويجربوا انه اذا جبنا كل هالمعلومات وحطينا ديجيتايزم يعني حطيناهم بمحل واحد، بركي بنقدر نستفيد منهم، لانه بنقدر نعمل ادويه، بنقدر نعمل نحسن انواع النباتات، فينا نحسن انواع الحيوانات، فينا عند البشر ما كتير وقتها باليابان حكيوا كتير لانه ما فيهم يحسنوا البشر بطريقه بسيطه،
بس بلشوا يحكوا بهذا الموضوع. هيدا بقديش 2014، مرق 10 سنين تانيين اجتمعوا نفس الشيء بموريال وخلص المؤتمر من تقريبا I think on August 16 صحيح. نعم. وخلص المؤتمر وكمان جربوا ويشوفوا إذا جمعنا كل هالمعلومات وخصوصا عند البشر كيف فينا نساعد الدول تستخدم هيدي المعلومات لتحسن أوضاع الاجتماعية والصحية والبيئية. طيب عال هيدول المعلومات رح تجيبيهم وبتكلف المعلومات لتجيبيهم لأنه كيف بدك تعملي الفحوصات لتشوفي شو هن الجينات اللي عندهم إياها كل هالأشخاص البشر وكل هالحيوانات الموجودة بعدة محلات على الكرة الأرضية. طب عال بعدين ما طلع معك هيدي المعلومات لازم نقرر كيف هيدي المعلومات لازم تستخدم ومين بعدين لمن في استفادة منها. تقريبا 1.5 تريليون دولار بيقدر بالسنة. طب هيدول المعلومات اللي هتطلع كيف رح يتقاسموا الدول والشعوب اللي نعطت منها هيدول المعلومات بالفوائد اللي عم بتصير من نتيجة جمع هالمعلومات. بعد لحديت هلأ ما قرروا ورح يصير في مؤتمر تاني هالسنة بكولومبيا بأكتوبر to finalize this thing ليعلو نتيجة انه كيف فيها الدول تستفيد من جمع هالمعلومات الجينية اللي رح تكون all digital. يعني شو مفروض يدفعوا تقريبا في ناس يعني حكيوا انه لازم يندفع 1% من الفوائد المادية للدول والشعوب واللي عم يطلع منها هدول المعلومات. وهلأ أنا رح أعطيكي أمثال كتير بالطب تبعنا بالإنفيتروفيرلايزيشن كيف هيدي المعلومات عم نستفيد منها أوريدي نحنا وكيف عم بتساعد لتحسين الوضع وتحسين قدرة نجاح العمليات اللي عم نعملها وتحسين أوضاع البشر والأولاد اللي عم يخلقوا نتيجة الطباب اللي عم نستفيد منها من هدول المعلومات. يعني دكتور الفائدة كتير. خليني إذا بلش بالفائدة المادية اللي حتعود على البلدان بس لحتى لخص معك هالنقطة هون تكون واضحة إنه ممكن يكون في عائد مادي للدول التي جمعت منها هذه المعلومات ووضعت في الداتا للمشاركة والاستفادة منها في البحث العلمي صحيح؟ أكيد أكيد يا ليلم. يعني هدول الناس ما بدها تعطي دم وبدها يعني عم بقول لك في مثلا عدة بلاد بأوروبا مثلا في اثنين كبار بالعالم هن بيجمعوا المعلومات الجينية وحدة اسمها لومينا وحدة اسمها باسيفيك بايو ساينسز كلياتهم هول عم ينعمل فيهم اشياء لا يقدر يعني عم ينعملوا دراسات وعم يجمعوا معلومات من عدة شعوب بعدة محلات بالعالم. طب عم يستفيدوا منهم كليا هيدول المعلومات هيدول الشركات بس بعدين بدك تعطي نتفة للعالم عم تاخذي منها المعلومات والقصة قدي بدك تعطيها. أنا بيحكوا تقريبا 1% وأنا برأيي أنه هيدا رقم يعني في يتوصلوا عليه ويتفقوا عليه انه اذا الولايات مش الولايات اذا United Nations يعني قرروا يعملوا شيء بهالموضوع الامم المتحده في الاجتماع القادم المتحدة. ربما او يعني سيكون الموضوع بالاجتماع القادم رح يطلع يعني نتائج حنتوصل للنتائج يا لانه درسوا الموضوع هلا بموريال وبكولومبيا رح يتفقوا لنا الاراضي يعني. طيب دكتور شو هي يمكن الدفعة تكون voluntary يعني هي الشركات تدفع منها لحالها أو يمكن يجبرون مثل tax or levy 1% تقريبا. طيب دكتور إذا أخذنا نماذج مثل ما قلت أنه كيف ربما كيف رح تتحسن كيف تماما أعطيكي أمثال كثيرة لأعطيكي نحن عنا بالطب عنا لما نعمل الجنين بعد ما نعمله للجنين نفحصه جينيا وبعد ما نفحصه جينيا منحطه عند يعني نتأكد انه ما عنده مشاكل العلاقة بعدد الكروموزومات اللي موجودة عند الولد صح؟ صح. هيدي بس نتأكد انه الولد ما عنده مثلا مشاكل بعدد الكروموزومات
بس كمان إذا عرفنا يا ليلى إنه هيدا الجنين عنده مشكلة بمرض خصوصي، وهذا اللي شوي من الأمراض الخصوصية مثلا، فينا ما نحطه لهيدا الجنين ونتفادى هيدا الموضوع، صح؟ فأول شيء التكنولوجيا اللي عنا إياها خلتنا نقدر نحصل على جنة ما عندهم مشاكل جينية واضحة. مثلا إذا بتعرفي كلمة المرة كبرت كتير بالعمر بيصير عندها أكتر نسبة إنه يكون عندها ولد عنده مثلا بيسموه داون سيندروم بالإنجليزي، وهيدي مثلا النسبة بتصير تقريبا واحد من تقريبا 1400 ولد بعمر 20 لواحد تقريبا من 32 ولد بعمر 45، بس لأعطي مثلا بتزيد. نعم دكتور. فنحن فينا نتفاديها، وهيدي بسيطة الشغلة. بس وين التكنولوجيا اللي عم بتصير وهيدول المعلومات الجينية؟ هي إلها علاقة بشغلتين، إلها علاقة بالجينات اللي عندهم إياها الشعوب ونحن صرنا بنعرف شو هي، وبعدين الشغلة الثانية إلها علاقة بالأمراض السرطانية. فخلينا نبلش، ونحن حكينا من قبل على أول شيء من الجواب، يعني خصوصا عنا بالعالم العربي بعد لحديت هلأ يا ليلى في كتير ناس بيتجوزوا قرايب. لمن تتجوزي قرايب؟ إذا مثلا أولاد العم عم يتجوزوا أولاد الخال، تقريبا 12.5 من الجينات اللي عندهم إياها هي جينات متشابهة متشابهة. وإذا هدول الجينات كانوا موجودين وعندهم جيني غلط متشابهة، نسبة يشيب ولد عنده مشكلة جينية خطيرة مثل مثلا تلاسيميا اللي هي موجودة كتير موجودة بعنا بالعالم العربي، بتكون واحد من أربع أولاد، صح؟ صح. فنحن لنعرف هدول الجينات الغلط لازم تفحص الشعوب لتعرف شو هي نسبة الجين الغلط بهيدا الشعب. ونحن بالعالم العربي نحن عنا يعني عنا نحن استفادة كتير أكتر من غير الشعوب، لأنه بعضهم بيتجوزوا قرايب عنا بالعالم العربي لنسبة كبيرة. مثلا أعطيك مثل بالسعودية 40-50% من الناس بتجوز قرايب، بيسمون يعني أولاد العم أو second degree cousins، يعني بيكونوا جداد أخوات. طيب عال بهيدول الحالات إذا 40-50% بالسعودية، وبعطيك أقل نسبة هي بلبنان تقريبا 10-20%، طب عال هيدول مشاكل جينية بتكون متكاثرة بهيك الشعوب، وعم تحكي تلاسيميا، عم تحكي سيستيك فايبروسيس، عم تحكي كتير أمراض نحن بنقدر نتفاداها إذا عرفنا هيدي الشعوب شو عندها جينات غلط، صح؟ صحيح. فنحن بننصح هلأ، أنا وياك حكينا قبل، بننصح كل الناس كل الأشخاص اللي بيجوا لعنا لنعمل أطفال الأنابيب والإنفيترو فيرلايزيشن، بننصحهم يا ليلى إنه يعملوا فحص جيني دقيق تقريبا ل 619 جيني غلط، لنشوف إذا هن من الناس اللي 6-8% من الأشخاص اللي عندهم جينات متشابهة، لنقدر نتفاداها بالأولاد اللي عم يخلقوا. فشوفي لو نحن ما كنا منعرف شو هن الجينات اللي عم ندور عليهم ما كنا نقدر نتفادى شيء. مظبوط يا ملا؟ مظبوط. نقطة رائعة دكتور، يعني أوضحت لنا أهمية هذه المؤتمرات التي تعقد والهدف منها ومشاركة هذه المعلومات وآلية الاستفادة منها في مجال كما أشرت حضرتك هلأ التلقيح الاصطناعي. بس نقطة حبيت وقف عندها دكتور هلأ، يعني حضرتك ذكرت الفحص الجيني الدقيق، حضرتك بتنصح فيه بعيد وبكرر لأنه لأهميته، هل تنصح فيه فقط الكابلز اللي عم يجربوا مثلا يصير عندهم حمل وما صار لا سبب من الأسباب، ولا كل المقدمين على الزواج دكتور برأيك إنه it worth it إنه يعملوا؟ كل شخص عم يجربوا يجيبوا أولاد لازم يعملوا فحص جيني قبل كلهم. بس هي المشكلة إنه ما عندك resources، ما عندك موارد مادية كفاية، وما عندك
هي أول شغلة. وما عندك وعي ثقافي بالمجتمع اللي عنا لنعمل هيدا الأشياء. وبعدين في سبب تالت، في ناس مثلا كتير، يعني أنا مؤمن بس في ناس مؤمنين للدرجة أنه مثل ربنا السلام على اسمه هو بيقرر كل شيء. ما أنت ما تنسي في عندك بالقرآن الكريم ونقر في الأرحام ما نشاء لأجل مسمى، صح؟ يعني ربنا السلام على اسمه هو بيقرر بالنهاية، مظبوط؟ صحيح دكتور. بس نحن عم نجرب نساعد بهالموضوع، بس ربنا بالأخير هو بيقرر. فأنا برأيي أنه لازم نعمل هالمعلومات تكون موجودة عند الأشخاص اللي عم يجربوا يجيبوا أولاد، وبعدين هن بيقرروا شو يعملوا فيها هالمعلومات. بس إذا ما عرفتي كيف بدك تتفادي شيء، ما في. يعني دكتور الموارد الاقتصادية خلينا نركز عليها. حسب معرفتي حضرتك عم تقول إنه الفحص الجيني منه غالي كتير هون بأمريكا. $100 يعني $100 بيتفادي ولد عنده سيستيك فايبروسيس بيكلف فوق $1,000,000 بحياته. يعني $100 very affordable لكل العوائل اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. والله ما بعرف إذا affordable. الله يساعد العالم يا ليلى. $100 هي $100 يعني ما بيقدر يشتوا فيها أكل وخبز وما بعرف شو يعملوا. لا بس دكتور هاي يعني هاي ناحية مهمة جدا. يعني في كماليات احنا منوقف عندها، في كتير أمور كمالية فينا نتغاضى عنها، لكن هذا الموضوع هذا محور يعني النقطة معك دكتور والتأكيد عليها، هذا الموضوع ليس كمالي، هذا موضوع ممكن كما أشرت يعني يجنبنا مشاكل كتيرة إذا كان لا سمح الله الولد اللي خلق عنده مشاكل جينية. لك يا ليلى إذا نسبة الأمراض الجينية بالمجتمع تقريبا 2-3 من كل 10,000 شخص بالناس، نحن فينا نتفاديهم كليا هول كليا. $100 $100 دكتور. يعني بدل ما الدولة الفيدرالية تدفع المصاري لنبعث مليارات الدولارات لبغير بلاد لا يصير فيها مجازر، فينا ندفعهم ونحسن الوضع ونمنع التشوهات وسوي يا ريت بس الأولاد بيكون عندهم مشاكل. ما هو الوجع الـ الأهل ليكون عنده يشلق عنده الولد عنده مشاكل من هالنوع. يعني أنا مستغربة دكتور يعني أنا مستغربة يعني ألا يجب أن يكون هذا الفحص يعني مغطى تحت التأمين لأهميته لانعكاساته على يعني على الحياة المواطن الأمريكي؟ يعني $100 ألا يجب أن يكون مغطى بالتأمين هنا؟ يعني بس مجرد تساؤل دكتور معك. يعني أنا لقلك أنا ياريت مغطى، يا ريت مغطى. انا امراض بيجوا لعندي مرضى بيقولوا لي طب بس بتكلف هيدي $100 يعني بدفع انا من جيبتي بس اعملي لي الفحص. يعني شوفي لو فمعنى الحكي انه نحن بننصحهم ليعملوا الفحص بس، ومع انه ننصحهم ما بيعملوا. فالناس يمكن ما بتعرف الوعي كتير مهم والموارد الماديه كتير مهمه. وانا برايي الدولة الفيدرالية أو الولايات لازم تعمل أفرت تساعد الناس مثل ما تفضلتي ذكرتي وتغطي هيدا الموضوع. طيب دكتور لأنه بتغطي كتير إشياء ما إلها معنى. معلش دكتور لأنه هذا محور حديثي. يعني من يقوم بإيصال هذه المعلومات إلى الستيت ربما أو للحاكمة ويتمر؟ يعني هل هناك اجتماعات دورية تتم في هذا الموضوع؟ ما حدا سألني رأيي لحديت هلا، ما حدا سألني رأيي. طب أنا دكتور أنا سأنقل رأيك المهم جدا يعني إلى دائرة الصحة. يعني حقيقة دكتور سأقوم بهذا الموضوع وأنا أعد بذلك. يعني إذا لم يكن للإعلام دور في هذا الموضوع فما شو فائدة الإعلام؟ مع الأسف يعني عندما يتعلق الموضوع $100 فقط يجب أن تكون مغطى تحت التأمين ويكون قديش فينا نتفادى فيها الأمراض جينية. فهذا يجب أن ينقل كما أشرت حضرتك إلى الولايات لنبدأ على مستوى الولايات. أنا صادقة والله مع الدكتور. أنا بتسمع بتضحك أمراض بهيك يعني بتضحك وبكي بذات الوقت. يعني عم
بالنسبة لهالموضوع وبالنسبة للمواضيع اللي علاقة بالفرع الطبي اللي أنا مسؤول يعني بولاية ميشيغان يعني IMIT بميشيغان طبعاً ما حدا ولا بحياته سألني شو رأيي. غريب يعني مو غريب دكتور غريب يعني مو غريب دكتور يعني 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 أنا مصدومة والله يعني حقيقة مصدومة أنا والله أشارك صدمتي معك على الهواء مباشرة. بس أنا صار لي هلا 34 بميشيغان من 1992 يعني 32 سنة وقبل ميشيغان كنت بييل وبكناريكت ولا ما يعني في كتير ما بيسألوك رأيي في عندك بيوروكراتس بيشتغلوا بي 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 وبوليتيشنز يعني سياسيين وناس بي بي ما بعرف شو بيوروكراتس هيدول ما بيعرفوا كتير أشياء. تخيلي أخذت 30 سنة بميشيغان لا قرروا يعملوا هيدا الفاميلي بحكينا فيه أنا وياكي قبل صحيح. لا يخلوا إنه يصير الرحم البديل ليجل بميشيغان. طب 30 سنة أخذ هيدي الفاميلي بروتكشن أكت اللي طلعت جديدة بأبريل of this year. بس إنه أمراض الأشياء بتصير بس تأخذ أوقات وأيامات وشهور وسنين. فخليني أقول لك شغلة تانية كتير مهمة نحن ما حكينا فيها لأنه بدي أعطي قديش هيدول المعلومات الجينية إلى تأثير بالطب اللي عنا. تخيلي أنت تقريبا في عند الشعوب ملايين الفارينس جين فارينس لا علاقة بالأمراض السرطانية. وما تنسي أنت تقريبا يا ليلى 12-15% من كتير من الأمراض السرطانية إلى علاقة بالجينات الغلط عند الشعوب. تقريبا 12% بالنسبة للصدر 14% بالنسبة للمصران الغليظ للمبايض تقريبا 21% للبروستات 14% البنكرياس تقريبا 14-15%. هيدول الجينات فينا نعرفهم لأنه 10% من كل السرطانات إلى سبب جيني غلط. فنحن بالفرع تبعنا فينا نتفاداهن كلهم. قول كلهم فينا نتفاداهن يا ليلى ونعمل أجنة ما عندهم هيدول الجينات الغلط. هلأ في أسباب أخلاقية يمكن بتقول أنه مين نحن لنقرر إذا هيدول الناس لازم يخلقوا ما يخلقوا حتى لو صار معهم سرطان عال. بس هيدا بحث تاني فينا نحكي فيه ما له علاقة بالطب. بس هيدي هيدول المعلومات الجينية اللي صرنا منعرفها وفينا نعرفها وموجودة عند شعوب وعند شعوب تانيين موجودة أقل and so on and so forth. هيدول الأشياء فيها تساعد الناس بحياتهم لمن يخلقوا إذا قدرنا نتفاداها وفينا نعملها هلا. فما تنسي أنت كمان من المعلومات الجينية تقريبا واحد من كل 4 أشخاص عندهم أمراض سرطانية. إذا منعرف شو هن الجينات تبعوتهم والشعوب اللي عندهم الجينات هول فينا نعمل ويسمون personalized care cancer care يعني منعطي نحن أدوية خصوصية للجينات الغلط اللي عندهم إياهم إذا صار معهم هيدا السرطان. يعني فكل هيدول يعني ما هو ما الدكتور نتفادى يعني كل هال يعني نحن عم نناقش موضوع علمي هنا. يعني ما الموضوع الأخلاقي عندما نجنب الناس ألم ربما أن يحدث عنده سرطان أو ربما possibility of suffering من سرطان. يعني شو الموضوع الأخلاقي الغلط فيه؟ يعني فقط اتساءل من الناحيه العلميه. انا برايي منه هين يا ليلى منه. نعم. هين يندرس ابدا. لاعطيكي مثل مين انا كون لاقرر انه جنين عنده مرض معقول ولا اعطيك راح اعطيكي مثل تاني عنده مرض يمكن بعد 50-60 سنه يصير معه سرطان امنع وجوده. يمكن هيدا الشخص يكون اذكى شخص ربنا السلام على اسمه خلقه ويمكن يعطي البشرية أضعاف ما كلياتنا فينا نعطي. نعم. بس بالأخير رح يصير معه سرطان شو بنعمل؟ مظبوط يا ملا؟ يعني مظبوط يعني احتمالية. نعم. كمان بتحدد قديش فينا نستعمل هيدي المعلومات. بس ما معناها ما لازم تكون المعلومات متوافرة والمعلومات إذا ناس بيحبوا يعني يستعملوها
لهم حق يستعملوها، لأنه أنا يعني بعترف بالشخصي أنا إنه بآمن بالحرية المطلقة عند 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 الناس، وهن يقرروا شو لازم يعملوا بالنهاية. يعني to conclude دكتور، هالموضوع الهام جدا بتفاصيله الكتيرة والكبيرة، يعني إذا قلنا بدنا نلخص مخاطر زيادة الوصول إلى المعلومات الجينية لتطوير تقنيات الصحة الإنجابية، شو حضرتك بتلخصها بدقيقة من فضلك؟ أنا برأيي لازم المعلومات تكون متوفرة، أول شيء متوفرة. لازم المعلومات تكون موجودة، والناس إذا بدهم يقدروا يحصلوا علي المعلومات يقدروا يحصلوا. ثالثا لازم المعلومات لما تكون موجودة، المعلومات الجينية تكون موجودة، يقدروا يستفيدوا منها الشعوب ليحسنوا أوضاعهم المعيشية ويحسنوا النباتات تبعوتهم والحيوانات الموجودة تبعوتهم وحتى الميكروبات إذا بدهم. ولازم كل هيدي الأشياء تصير، مش هيك كل واحد فاتح دكانة لحاله، تكون governed by الولايات، مش United Nations، الأمم المتحدة. ناس يعني عندهم كنترول على كل البشر، مش على بلد واحد أو دولة واحدة. شكرا لك دكتور على هذا المحور الهام جدا، ويعني اللي أخذنا منه عدد كبير من النقاط الهامة وتفسير عن هذا المؤتمر وأهميته وأهمية أن تتم المشاركة هذه المعلومات من قبل الشعوب لتحويل بيانات الحمض النووي إلى أصول وهدف محادثات الأمم المتحدة. بعد الفصل نأتي إلى موضوع مهم آخر، تحديد جنس الجنين. كل عائلة دكتور إذا بقول لك بالشرق الأوسط ويمكن حتى بأمريكا، هلأ أنا بدي أسألك، بتحلم أنه يكون عندها طفل ذكر. هلأ أكيد نحن تطورنا وتطور الموضوع، وأكيد ثقافة الشعوب اختلفت، ولكن لا تزال هذا الموضوع في الأسرة، لأنه الذكر بيحمل اسم الأسرة، لأنه الذكر هو بيحمل اسم الأب وما إلى ذلك من يعني ربما أهمية وجود طفل ذكر. تحديد جنس الذكر، بنت أو صبي، هذا هو المحور القادم والذي سئلت عليه كثيرا بعد فاصل قصير للإعلان. حاولنا كتير، خلينا نحاول كمان مرة. الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف. يعني ما في أمل؟ للأسف حبيبتي. هناك أمل لدى مركز إخصاب IVF ميشيغان، الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023. ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز IVF ميشيغان وأوهايو من أهم أخصائيي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من 20,000 عملية طفل أنبوب ناجحة، حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات. وهو حاصل على البورد الأمريكي في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدد الصماء التناسلية. الآن ولفترة محدودة خصم $1,000 للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات IVF ميشيغان. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489529600. IVF أمل يولد من جديد. IVF أمل يولد من جديد، ما أجملها من سلوغن دكتور، وهو واقعي وحقيقي ويحصل كل يوم في عيادات IVF led by رينالد دكتور نيكولاس شما. دكتور، تحديد جنس المولود قبل حدوث الحمل للحصول على طفل ذكر أو أنثى، هل يمكن للزوجين الحصول على بنت أو ولد وتحديد ذلك قبل الولادة؟ كيف يقوم الأطباء بهذه العملية، وهل نتائجها مضمونة وآمنة، وماذا عن تكلفتها؟ نعود إلى الشق الاقتصادي وتأثير على الأم والجنين، هذا هو السؤال الذي ورد إلى الحلقة من كثير من الأمهات والآباء. طيب أول شيء يعني أنا بتضحك على الموضوع، لأنه أنا جربت هذا الموضوع
بس فشلت كليا. اعطيك مثال مشان هيك انا بقول دائما هيدا دائما مرتي زين بتذكرني ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى مثل ما اجى بالقران الكريم، يعني لانه بالنهايه ربنا السلام اسمه هو بيقرر. بس انا اللي عم جرب اقوله لانه احنا كان عندنا ثلاث صبيان وجبت مرتي زين بدها كان بنت، تعال جربنا بس ما زبطت دكتور، يعني مش ما زبطت، طلعت البنت المعترة وماتت. ما نعم ماتت. بس بعدين اجى ربنا السلام على اسمه عطاني ابني الرابع اللي طلع كمان ولد صبي، مع انه كان بدنا بنت، فربنا السلام على اسمه قرر انه خلص ما راح يطلع صبيان. على فكرة دكتور بس ما راح يطلع بنت. خليني نوه لشغلة مهمة دكتور. موجودة. دكتور قبل ما اتحدث عن التكنولوجيا بدي اقول انه بس لانه ذكرنا نحن الموضوع، يعني انا تفاجأت دكتور انه هالموضوع مطروح بقوة وهناك خلاف فقهي في الإسلام حول التحكم. مرتين ثلاثة بالجمعة مرتين ثلاثة بنعمل هيك حالات. أعطيك مثلا، يعني التكنولوجيا بسيطة كتير يا ليلى، يعني بسيطة إنه كيف بسيطة إنه موجودة. أول شيء بناخد البويضات، بناخد السائل المنوي، بنعملهم أجنة، نفحصهم جينيا، نتأكد إذا صبي أو بنت، وتقريبا هيدي فوق 99% صحيحة. نتأكد إذا صبي أو بنت، ومنحط إذا صبي بدون أو إذا بنت بدون، منحط واحد وبتحبل فيه المرأة. يعني التكنولوجيا أنا هلأ عملتها بسيطة هي، بس إنه موجودة ونسبة النجاح كتير كتير عالية. يعني هل هي دكتور نفس تكاليفها من الشق الاقتصادي؟ هل هي تكاليف مثل كأنك عم تعملي in vitro fertilization لإلك، بس في عندها اشياء اخلاقية لازم كمان يعني واحد يفكر فيها. طبعاً انت بدك مثلا صبي او بدك بنت، طب شو بتعملي بالباقيين اللي كانوا من النوع الثاني؟ وشو بتعملي بالحالات اذا ربنا السلام على اسمه قرر يطلعوا كلياتهم صبيان او كلياتهم بنات؟ صح؟ صح. انت بدك النوع الثاني، شو بتعملي بهيك حالات؟ فهيدول كلياتهم الاشخاص لازم يكونوا دارسين ومفكرين فيهم قبل ما يقرروا يعملوا هذا الموضوع. يعني هذه النقطة دكتور من الناحية الأخلاقية ممكن تشرح لنا إياها شوي، لأنه هذا الموضوع لا حساس. أعطيكي مثال، إذا نعم. مثلا بيجي لعندي شخص عنده أربع بنات، أنا بتضحك، كان عندي مريض اسمه أبو أحمد. أبو أحمد خلف تسع بنات ولا ما إجا أحمد، بس ما بعرف ليه اسمه كان أبو أحمد، بده أحمد يجي. صح عملنا له in vitro fertilization وخلق أحمد، بس كمان خلق ومعه أربع بنات تانيين، شو بنعمل فيهم هول الأجنة التانيين؟ يعني إجا صبي ومعه أربع يعني بنات؟ لا إجا صبي، حطيناه للمرته الصبي طلع صبي. نعم طبعاً، بس بعد عندي أربع أجنة تانيين قاعدين بالمجلدين صار لهم سنين وأيامات، شو بتعملي فيهم؟ مظبوط يا ملا؟ مظبوط دكتور. بس أنا بدي ضحكك، يعني إجا بالأخير أحمد. يعني هيدي نقطة دكتور جدا أخلاقية كبيرة. يعني إيه ما عم بقلك، هلأ في ناس بيقولوا إنه الأجنة ما عندهم روح، يعني فيكي تعملي فيك، يعني فيكي ما تستعمليهم وخلص بعدين ما بيقعدوا بيعيشوا. ماشي الحال، أنا يعني بحترم هيدا التفكير يعني بنمشي فيه. يعني وبعدين في حالات تانيين مثل ما ذكرت لك يا ليلى، بركي إذا ربنا السلام على اسمه عملنا له لأب مثلا، نحسب مثلا أبو أحمد بدل ما يطلع معه هيدا الصبي والأربع أجنة التانيين طلعوا كلهم أربع أجنة بنات، لأنه أنا ما فيني أقرر إذا بعمله ربنا السلام على اسمه بيقرر إذا صبي أو بنت الجنين. صح، لأنه ما فيني أنا أفرق بين الحساء النطفة الذكرية أو النطفة اللي بدها تعمل بنت، فبيخلقوا الأجنة مثل ما هن، نحن بس فينا نفحصهم ونقرر مين. يعني هو الآلية دكتور هي مع الأسف يدهمني الوقت، يعني لأنه موضوع مهم جدا. هو الناس مفكرين أنه ممكن حضرتك أو التقنية خلينا نقول أنه
تاخذ فقط الـ 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 النطفه الذكريه وممكن تحطها في جنين واحد. يعني البروسيس هلا في في معلومه خليني اخبرك. في تكنولوجيا اسمها مايكروسورت كانت موجوده بالزمانات بتستعمل اشعه فلوريسنس لنجيب الدي ان اي نحط لها فلوريسنت داي ونحطهم على الـ على الـ على النطفه الذكريه فيرسز النطفه اللي هي انثيه اذا بدك تسميها. بس هيدي منعتها الاف دي اي لانه عندها مشاكل اشعاعيه وما بنعرف شو رح يصير فيهم هول الاولاد بعدين، فما موجوده بالولايات المتحده هيدي، فبس موجوده بعده محلات تانيين بالعالم. بس كمان ما كتير يعني النسبة بتزيد من 50% لتقريبا 70%، بس بعد عندك 30% ما بتستفيدي منها. فبالنهاية بدك تعملي طفل الانبوب وتعملي الجينات وتفحصيهم ونتأكد إذا صبي أو بنت وبعدين نحطه. يعني التقنية موجودة ولكن خلينا نقول موجودة بس منا كتير منيحة وممنوعة هلأ بالولايات المتحدة التقنية، لأن حسن نتفة النسبة من نكون من 50 لتقريبا 70%. عرفت كيف؟ في موجود التقنية بس عندها مضاعفات كتير سلبية لدرجة انه الاف دي اي الفود اند دراج ادمنستريشن منعتها بالولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك دكتور، يعني أنا ما بحب خوض من النواحي الدينية وببعد عن السياسة والدين، ولكن نتحدث فقط من الناحية العلمية. لكن هناك يعني خلاف فقهي أيضا، أنا بتحدث كمسلمة، حول التحكم في جنس المولود. هناك من يؤيد وهناك من يؤيد بضوابط دكتور، وهناك من يعارض. كما أشرت حضرتك يعني هلأ اللي المؤيدين بضوابط يقولون أن أنا تابعت هذا الموضوع وتحدثت إلى العديد من الفقهاء يعني في الدين الإسلامي حول هذا الموضوع، بيقولوا أنه كما أشرت حضرتك في بإرادة الله سبحانه وتعالى، يعني الطبيب لا يستطيع أن يغير في خلق هذا، يعني لولا إرادة الله لما كانت هناك نطفة ذكرية. ما هو نحن الطبيب، فلذلك أنا بشكر ربي. نعم. أنا بشكر ربي يا ليلى أنه أعطاني القدرة لأعمل اللي بعمله برضا ربنا السلام عليكم. يعني عرفتي كيف؟ انه هو ربنا اللي بيقرر بالاخير شو رح يصير. معطيكي مثلا، انا وزين مرتي حطينا بنت، عاشت شهرين ثلاثة وبعدين ماتت المعترة، وبعدين اللي اجى لحاله تيم بعدين. الله يخلي لك ولادك دكتور ويخلي لك زين الأخت والصديقة الغالية حقيقة. يعني دكتور تو كونكلود الموضوع، وفي نقطة مهمة تانية يعني يا ريت ارجع لها معك في الحلقة القادمة. يعني هناك من يتحدث دكتور عن ربما قبل الحمل انه بروسس من ناحية التغذية، بروسس من ناحية القلوية، هل هذا كله صحيح ولا كله خزعبلات؟ يعني ونوعية آلية الجماع وتوقيت الجماع وما إلى ذلك ما له أي تأثير. يعني كل هذا أبداً. هذا الموضوع ليس له أساس علمي أو دقيق أبدا. وقال لك كان أبو أحمد ما خلف 9 بنات، يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا ويجعل من يشاء عقيمة. طيب to conclude today's topic دكتور، يعني الله يخليك يا ليلى ويحفظ كل المستمعين ويساعدهم، وإن شاء الله كل هالمعلومات توصل لناس عنا بلانسينج. أنا دكتور أعدك أنني سأتواصل شخصيا، أنا يعني على تواصل مع المكتب الإعلامي لحاكمة ولاية ميشيغان، وأعدك أنني سأوصل هذه المعلومات الهامة وأطلب مناقشتها على مستوى ربما الولاية. لماذا لا يوجد لماذا لا يكون هذا التحليل الجيني متاح ومغطى؟ لأنه سيوفر الكثير من الآلام النفسية على الأزواج. يعني لو الطفل خلق عنده مشاكل جينية، وبالتأكيد دكتور أنا أعد أنني سأوصل هذه المعلومة، لأننا على تواصل مباشر مع المكتب الإعلامي لحاكمة الولاية، وهي للأمانة يعني دائما مستعدة لأن تستمع وأن نصل إليها بكل سهولة. يعني
الله يسمع منك وقولي لي I'm just one phone call away. أشكرك دكتور نيكولاس شما خبير الخصوبة على هذه يعني الحلقة الرائعة الموارد الجينية وتحديد جنس المولود وسبب تراجع معدل المواليد، كان هذا هو عنوان الحلقة مع خبير الخصوبة الدكتور رفائق نيكولاس شما. إلى اللقاء مستمعينا في دائرة الخامسة، تابعوا هذا الحوار لا يفوتكم بين الخامسة إلى السادسة مساء. شكرا لكل من تبعني هذه ليلى الحسيني تحييكم، إلى اللقاء. شكرا لك دكتور.